أخبار اليوم. وفي احتفالية مهرجان نفرتيتي الدولي للأزياء كان لنا لقاء مع الأستاذ خالد طه مدير عام مؤسسة أخبار اليوم. برحب بك في بوابة أخبار اليوم. أهلا بك. البداية أستاذ خالد، مؤسسة أخبار اليوم دايما لها دور ريادي في رعاية الكثير من الأحداث اللي موجودة في مصر سواء كانت رياضية أو فنية، يعني في البطولة بتاعة السكواش والبلياردو دايما أخبار اليوم سباقة بالحاجات دي. حضرتك تكلمنا النهاردة عن فعاليات المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبطولات اللي بنتكلم عليها، احنا الحمد لله خلال 10 أيام تقريبا بننظم 3 أحداث أو بنشارك في تنظيم 3 أحداث، حاجتين احنا بننظمهم 100% والحاجة الثالثة احنا بنساهم برعاية إعلامية وإعلانية. عندنا بطولة كأس العالم للبلياردو الفرنسي دي خلصناها امبارح الحمد لله، كانت في الأقصر وكانت لها خط استحسان كبير قوي من السياح الموجودين. عندنا في دلوقتي قائم بطولة شغالة في بطولة كأس العالم للترايسلون، برضو دي حاجة لعب الثلاثي اللي هو الجري والسباحة والدرجات. عندنا دلوقتي الحدث الثالث اللي هو عرض الأزياء بتاع بيت مجموعة المنصوري، برضو دي حاجة من الحاجات الكويسة قوي اللي هي بتنشط السياحة الخاصة بالأزياء الفرعونية. عندنا حاجات تانية كتير ان شاء الله، يعني عندنا اتفاقية لسه امبارح كنت مع سيادة المحافظ محمد بدر واتفقنا على ان شاء الله في بطولة كاس عالم البلياردو اللعبة الفردية هتبقى في الأقصر 2018. عندنا ان شاء الله السنة الجاية هيبقى بطولة كاس العالم للبلياردو هتتلعب في متحف في امام معبد الأقصر، هيبقى لأول مرة بتتلعب النهائيات داخل المعبد في الملعب الزجاجي، وأعتقد ده هيبقى ليه مردود عالمي، حاجة تبقى كويسة قوي بالنسبة للسياحة المصرية. عموما أخبار اليوم يعني ما فتناش لحظة إن هي أي بطولة أو أي حاجة تساعد على تنشيط السياحة إن هي تشارك فيها، حتى لو كنا بننظم 3 بطولات في خلال أسبوع قادرين على إن احنا ننظم أكتر من كده. شكرا لكم.